السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض ازاي نحول الملفات اللي معانا دي البي دي اف. في برنامج بسطبه اسمه بي دي اف كرييتور، ده برنامج اوبن سورس ومجاني، بيحول لي الملفات لبي دي اف من قائمة ماب. بقول له برنت برنت، باجي هنا بيقول لي اختار الطبعة اللي انت عايزها، اختار بي دي اف كرييتور من الخصائص الموجودة. شوف هل انا عايز بلاك اند وايت ولا كولر، لي اوت هطبع لاندسكيب ولا بورت ريت، الطباعة هبدأ من اول صفحة للاخر ولا من الاخر للاول، مش تفرق معانا كتير. كنسل. هنا بقى هل انا محتاج الملفات كلها في ملف بي دي اف واحد؟ يعني فرض ان انا عندي عدد كبير من الشتات، هل انا عايزهم كلهم في بي دي اف واحد يجوا ورا بعض، ولا عايز كل ملف في الشيت في ملف بي دي اف لوحده؟ تمام. من برنت رينج بلاقي عندي اختيارات كرنت ويندو النافذة الحالية، ولا فيزبل بورتابل اوف كرنت ويندو، ولا سيلكت فيو ان شيت. اختار سيلكت فيو ان شيت. لما اخترت هنا الاختيار ده اتفعل دلوقتي، بقى ممكن اطبع دلوقتي بقى عندي كمية كبيرة من الشيتات، فممكن اطبع كلهم في لوحة واحدة او اطبع كل شيت في بي دي اف منفصل. اقوله سيلكت، او دلوقتي ممكن اقوله ايه، انا عايز الشيتات بس، اشيل الفيو كده، الشيتات بس هي اللي ظاهرة عندي. اقوله ايه، تشيك اول، علم على الشيتات كلها. اوكي. من سيتنج هنا بلاقي اختيارات الطباعة العادية، هل انا عايز اطبع ليتر ولا اي فور ولا اي ثري، الطباعة تبقى من سنتر ولا عايز يترحل على سنتر، برضو عايز لاندسكيب ولا بورتريت، زوم عايز في تو بيج ولا عايز هتعمل زوم مثلا 100 200 زي ما انا زي ما حضرتك عايز. بقول له سيف اوكي، وبقول له اوكي، وكده يبدأ يطبع الملف. أخوكم عمرو السليم.